السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم على الكاميرا في برنامج الريفت. خلينا دلوقتي نقول هنحط الكاميرا من هنا، اقول له انا عايز كاميرا، تمام، وابدأ اختار مثلا المكان دوت، ده النقطة اللي انا هقف فيها عشان اصور، وابدأ اسحب هصور اني اتجاه، هصور مثلا الاتجاه دوت على سبيل المثال اهو، ده الشكل اللي ظهر لي، تمام. طيب هل اقدر اتحكم فيه؟ اقدر اتحكم فيه بسهوله جدا. انا عايز اتحكم المسافه اللي انا شايفها قد ايه، يعني ممكن اجي هنا اقول له انا عايز اشوف مثلا نص متر بس، تمام، فهتلاقي في حاجات كتير اختفت. ممكن تقول له لا انا عايز اشوف متر ونص، ففي حاجات تظهر 2000 ونص، 2 متر ونص، في حاجات ظهرت اهي. طب خليها 4000، بدأت الحاجات تظهر. طيب 7000، ماشي. وكل هي الفكرة كلها انت هتصور لحد ايه، يعني انا معايا كاميرا وعايز اشوف لمدة نص متر، طب لمتر، لمترين، لتلاتة، وهكذا. طيب في نقطة كمان برضو عندي معاملين هنا، الاي اليفيشن ده الكاميرا على انهي ارتفاع، يعني انا دلوقتي ماسك الكاميرا كده ولا قعدت على ركبي وصورت من تحت، يعني لو جيت هنا مثلا وقلت مثلا خليها متر، تمام، هتلاقي الشكل اختلف، كأن انا نزلت بالكاميرا قاعد على الارض وبصور من فوق، تمام. ده التارجت اليفيشن، ده العدسة بتاعت الكاميرا مركزة على النقطة بالظبط، ممكن تكون مركزة على نقطة فوق وممكن تكون مركزة على متر مثلا، يكون في قطة معدية وانا عايز اصور القطة، تمام. ده على سبيل المثال. لو انا قفلت دي كده لقيت العلامة اختفت، فانا عايز اعرف اعصر عليها او اخليها تظهر تاني، فبروح للكاميرا اللي هي في 3 دي فيو اهيت، وتصرف كليك واقول له شو الكاميرا، وريني الكاميرا فين، تمام، فبيبدأ يظهر لي. اقدر اتحكم في بعد الرؤية من هنا اهوت، تمام، اقدر اتحكم في مكان الكاميرا، اقدر اتحكم في بص الناحية، يعني لو خدتها بص الناحية دي وفتحت الكاميرا تاني الاقي جابت لي مشهد تاني مختلف، اقول له طب انا عايز اشوفها فاين، طب انا عايز اشوفها شديد بالشكل دوت، تمام، او ممكن تقول له رياليستيك تبقى اكثر واقعية. بس بتاخد وقت، كل واحدة فيهم بتاخد وقت، على يعني كأنه بيعمل رندر بسيط. وممكن بعد كده تسحبها تحطها في اي شيت، يعني ممكن تيجي هنا تقول له نيو شيت، اوكي، تسحب بقى المشهد بتاعك اهوت، تحطه بالشكل ده.